ككل عام إطلالات النجوم في افتتاح الدورة 12 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية خطفت الأنظار، وهالحدث اللي راح يستمر لسبع أيام حمل شعار السينما خلود الزمان، وتم اختيار السينما السنغالية ضيف شرف هالدورة. ضيوفنا الكرام، السادة السفراء، السيدات والسادة صناع السينما وعشاقها، الزملاء الصحفيين والنقاد، أهلا ومرحبا بكم في ليلة افتتاح الدورة 12 من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية. وبكلمة ترحيبية من مؤسس ورئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية انطلق الحفل. السينما ليست، والمهرجانات ليست طرف، ليست شو إعلامي فارغ من المحتوى للتسلية، إنها صناعة مهمة، صناعة ثقيلة، فبالتالي يجب أن يظل الاهتمام موجود بصناعة السينما وصناعة المهرجانات. والاهتمام انعكس بتواجد عدد كبير من النجوم، وبعضهم اختار يوصل لمكان الحفل بمركب في النيل. ولما وصل النجوم نحن كنا بانتظارهم، ومحمد رمضان من أوائل اللي قابلناهم وباركنا لهم على التكريم اللي خصهم في مهرجان الأقصر هالعام. كل تكريم من بلدي مهم بالنسبة لي، ويعني بيزدني باور وبيزدني طاقة، وإحنا شغالين عشان الجمهور وعشان النخبة والنقاد انهم يكونوا راضيين ومبسوطين من شغلنا، ده اهم شيء. ولما سالنا محمد رمضان لمين بيهدي هالتكريم، هذا كان رده. اهدي للاستاذ عمر الشريف، صاحب الفضل عليا بعد ربنا، واستاذي وابويا الروح. وهالتكريم لمحمد رمضان اسعد زملائه، وزينة اللي بتشارك في رمضان بمسلسل العمده وجهت له تهنئه من خلال كاميرتنا. مبروك، انسان موهوب ويستاهل اكتر من كده بكتير، ومبروك لمهرجان الاقصر الدوره الجديده، وان شاء الله من نجاح لنجاح. ميرسي. والمفارقه الجميله ان المهرجان من دون قصد جمع ابطال مسلسل العمده، فبالاضافه لمحمد رمضان وزينة شفنا هاله صدقي اللي ايضا كان لها حصه من التكريم. دافع الحلو انه ده معناه ان احنا ان شاء الله هنقدم عمل ناجح مع بعض، وان احنا بنتكرم قبل ما نقدم عمل كمان يضيف لتاريخه ولتاريخي، فان شاء الله محمد يعني نجم كبير، وانا على المستوى الشخصي بحبه جدا انسانيا، وسعيدة بنجاحاته، وسعيدة ان احنا الاتنين بنقدم عمل حلو إن شاء الله لرمضان عشان نسعد الناس بإذن الله. وتكريم هالة ليلتها جاء بعد تكريمها مؤخرا في مهرجان أيام قرطاج في تونس. مهرجان الأقصر لا يقل أهمية عن قرطاج، لأنه في بلدي، ولأنه في مكان أهم مكان في العالم، أهم نقطة في العالم، فطبعا سعيدة أنه بلدي بتكرمني أكيد. وسعادتها كملت بوجود صديقتها إلهام شاهين إلى جانبها بهاليوم المميز. طبعا دي أختي وصديقة عزيزة، ومش مجرد زميلة، هي أختي، فأكيد لازم هلاقيها موجودة معي في لحظة مهمة لي أكيد يعني. والأكيد أن نحن قابلنا إلهام، وهي بدورها شاركتنا بشعورها لتكريم صديقتها. أنا جاية مخصوص عشان هلا صديق، يعني أنا السنة دي فعلا يعني بحب الأقصر قوي، بحب مهرجان الأقصر جدا، بس السنة دي بشكل خاص قوي أنا جاي عشان تكريم هلا صديقي. هلا يعني أختي وصديقة عمري، ويعني مش هقدر أقول زميلة، مش مجرد زميلة، لا دي صداقة أكتر من الأخوة بجد، فأنا فرحانة لها جدا جدا جدا، وتكريم مستحق، وبشكر المهرجان إنه فعلا بيكرم هلا السنة دي، لأن يعني هلا من أهم فنانات جيلنا، والفنانة اللي قدرت تعمل تراجيديا بشكل رائع وتعمل كوميديا بشكل أروع، محدش بيقدر يعمل كوميديا زيها. أنا بشوف إنها لسه كمان جواها طاقات كبيرة جدا في الكوميديا، أتمنى أشوفها على الشاشة إن شاء الله. وشاشات مهرجان الأقصر خلال هالأيام راح تنقل تجارب العديد من السينمائيين، وهالتجارب كلها بتمر على لجان تحكيم ضمن فئات مختلفة. وعن فئة الأفلام القصيرة التقينا بكريم قاسم. التجربة بتبقى غير لما الواحد يبقى مشارك كعضو لجنة التحكيم، لأنك بتضطري تشوفي كل الأفلام. أنا في السكشن بتاعي الأفلام القصيرة ما كنتش شفتها من سنتين، كنت شفت الأفلام الطويلة، ومتح
متحمس جدا ان انا اشوف الافلام واتناقش انا واللجنه ويعني بتبقى تجربه مختلفه خالص بصراحه كلجنه. والاختلاف ولتميزه باعماله، دورتها العام من المهرجان اختارت تكريم المؤلف الموسيقي هشام نزيه. تكريمات شيء عظيم جميل ومناسبه رائعه ان الواحد يقابل زمايله وناس اللي ما بشوفهمش كتير وحاجه تفرح طبعا.